الفل دكتور محمد. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. قول لي اول حاجه كده تعليقك وانت شايف السهم عمال يغرد وفي اقبال من مستثمرين في البورصه على الشراء، اعتقد حركه افتقدتها بورصتنا منذ فتره طويله. يعني بص حضرتك، انا يمكن هعلق على الاهميه بتاعه هذا الطرح وهذه الشركه اكتر ما يمكن هتحدث على اتجاهات سعريه، لان اتجاهات سعريه زي ما حضرتك عارف بتبقى دايما قائمه على العرض والطلب. صحيح. هي الشركه وقدره الشركه ايضا على التواصل مع المستثمرين. عاوز اقول لحضرتك يعني هذا الطرح وهذه الشركه خصيصا، انا متذكر اول اجتماع مع هذه الشركه من سنتين لما كنا في بدايه الامر بنتحدث معهم ونحاول ان احنا نقنعهم باهميه القيد والطرح في البورصه، وازاي ده جزء منه له منفعه على الشركه في حد ذاتها، من حيث ان بتزود معدلات الشفافيه، بتزود اعداد المستثمرين اللي هم بيخشوا فيها وما غيرها من مسائل، وايضا منفعه هذا الامر بالنسبه لسوق راس المال نفسه او البورصه يعني حد ذاتها، وتمكين اعداد كبيره من المستثمرين. لما نيجي نبص لهذا الطرح بقى، لما ناخده على المقارنه التاريخيه، احنا بنتحدث على اكبر طرح على مستوى البورصه المصريه يعني على مستوى التاريخ الحديث. يعني احنا كان اكبر تاني طرح يمكن كان المصريه للاتصالات، طبعا في فرق من الزمان يعني والسنوات، لكن احنا لو الاتصالات 2009 تقريبا 2005 يا فندم 2005 نعم. وكان في قبلها بعدها بسنه اموك باين، كان شهر 6 كان في اموك او سيدي كرير، انا اسف، شهر 8 2005 كان سيدي كرير 8 او 9. دي اسف دكتور محمد للمقاطعه، دي كانت من الطروحات الكبيره في هذا الوقت يعني. صحيح صحيح، كانوا ثلاث طروحات ورا بعض، كان عندنا سيدي كرير واموك والمصريه للاتصالات، كان اول يوم تداول ليها في يناير 2006 وكان بحوالي قيمه 5.1 او 5.2 مليار. هذا الطرح احنا بنتكلم على 5.8، والطرح ده يعني اعتقد كان كل الناس منتظرة الطروحات الحكومية التي تحدثت عنها لفترة زمنية يعني كبيرة، لكن كانت يعني بتأتي قدر من الظروف بتمنع هذا الطرح. طب نتج يعني هذا الطرح، علشان دايما الكلمة اللي احنا بنتحدث عليها او بنقولها ان جزء مهم من اسواق رأس المال هو جانب العرض، وجانب العرض صحيح ان الشركات تبقى موجودة. فالنهاردة نجاح هذا الطرح على مستوى الاهتمام بالطرح من المستثمرين الأجانب والمصريين أو غير المصريين، احنا بنتحدث عن طرح كان نسبته 16% حضرتك، أصبح بعد ما شهدت إدارة الشركة وملاك الشركة اللي هم المالكين الأصليين للأسهم شهدوا هذا الطلب على مستوى الطرح من المؤسسات اللي هو ما يسمى بالطرح الخاص، ان انت بتبيع الأسهم دي لمؤسسات كبيرة يعني، لقوا الطلب كبير جدا فزودوا نسبة الطرح من 16% إلى 26% من أسهم الشركة عشان تطرح في البورصة. نعم. فده في حد ذاته هي رسالة في غاية القوة بالنسبة للمستثمر المحلي والعالمي، إن أنت عندك طلب كبير على الشركات المصرية التي أدائها المالي طيب، وبالأخص لما بتكون أحجامها كبيرة. ليه بنقول أحجامها كبيرة حضرتك؟ دي نقطة في غاية الأهمية، إن الشركات اللي بتبقى أحجامها كبيرة بتتيح للمستثمر اللي هي بتبقى محفظته كبيرة اللي هو الأجنبي غير المصري من المؤسسات، إنه يجي يقدر يحط لك 10 مليون دولار 20 مليون دولار من غير ما يبقى بيأثر على صحيح حركة سهم في السوق، فبالتالي تقدر تجذب استثمارات غير مصرية أكبر بكثير. طب ده الشق الأولاني، طب إيه الشق الثاني في أهمية إن الشركات تبقى أحجامها كبيرة؟ إن أنت بتمكن المؤشرات الدولية زي مورجان ستانلي وفوتسي والحاجات دي كلها، وكلنا كنا يعني سعداء من كام يوم لما دخلت مصر داخل مؤشر جي بي مورجان الخاص بالسندات، فهي نفس الفكرة، احنا موجودين في المؤشرات بتاعت الأسهم عالميا، بس عشان وزننا النسبي يزيد محتاج ان الشركات كبيرة ومعدل التداول عليها كبيرة. ده اللي وزير المالية اعلن عنه معايا قبل الفاصل، ان من هنا لنهاية ديسمبر هيبقى ان شاء الله في شركتين ايضا هيطرحوا. يا مسهل يا رب ان شاء الله. طيب توقعات حضرتك ليوم الحد كده البورصة هتفتح على ايه؟ لا يعني ما يقدرش متفائل يعني؟ انا يعني رئيس بورصة ما يقدرش يتحدث عن اي اتجاهات سعرية بطبيعة الحال، لكن اللي انا متفائل بيه ان مع الالتزام الحكومي ومع الادراك الحكومي باهمية اسواق رأس المال وباهمية الطروحات والنجاح اللي شفناه كلنا
في هذا الطرح وكيفية أداء هذا الفهم على مستوى التداولات وغيره هيشجع الحكومة أنها يعني إيه تنطلق قدما في عملية القيد والطرح. نعم. ومن ثم هنشهد فترات فيها تنشيط كبير بإذن الله لسوق رأس المال. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فريد، وزير رئيس البورصة المصرية.